الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في شبكة الورقات السلفية أن يقدموا لكم هذه الخطبة المنبرية لفضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله، وهي بعنوان الأخلاق الحميدة، وقد سجلت هذه الخطبة في يوم الجمعة 30 من ربيع الأول لعام 35 و400 للهجرة النبوية. والآن نترككم مع التسجيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن والغيب والشهادة. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا الدين المتين قام على أسس قويمة وأصول متينة، ومن هذه الأسس العظيمة والأصول الجليلة التي أوجبت الترابط بين أهله والتآخي والتلاحم بينهم بعد التوحيد والقيام بأركان الإسلام العظام، الأخلاق الفاضلة الحسنة. فإن الأخلاق الحميدة يا عباد الله تؤلف بين القلوب، والأخلاق القبيحة تباعد بينها. ولقد مدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، أي عالياً به، مستعلياً بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه، فقالت: كان خلقه القرآن. وذلك نحو قوله تعالى له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فبما رحمة من الله نلت لهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وغيرها من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثات على الخلق العظيم. عباد الله، فقد كان صلى الله عليه وسلم سهلاً ليناً، قريباً من الناس، مجيباً لدعوة من دعا، قاضياً لحاجة من استقضى، جابراً لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائباً، وإذا أراد أصحابه منه أمراً وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليساً له إلا بأتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقالة ولا يطوي عنه بشرة ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، لقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الحسنة وأفعاله الجميلة وسجاياه الشريفة أروع مثال للأخلاق الفاضلة
ولهذا قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. كان معروفا بالصدق والأمانة في الجاهلية، حتى إن قريشا تلقبه بالصادق الأمين. هذا خلقه مع الكفار في جاهليتهم، صدق وأمانة. والآن نرى ونسمع من بعض المسلمين من يخون إخوانه من المسلمين ويكذب عليهم فضلاً عن الكفار المستأمنين، فلا هو صادق ولا هو أمين، فخالف هدي سيد المرسلين. ولقد اهتم صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر غاية الاهتمام، فثبت عنه في الحديث أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما. قال الباجي المالكي رحمه الله: كانت العرب أحسن الناس أخلاقا بما بقي عندهم من شريعة إبراهيم، وكانوا ضلوا بالكفر عن كثير منها، فبعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الأخلاق ببيان ما ضلوا عنه وبما خص به في شرعه. وقال ابن عبد البر رحمه الله: ويدخل فيه الصلاح والخير كله، والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل. فبذلك بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية في حسن الخلق. قال أنس رضي الله عنه وهو خادمه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. فلنسأل الآن الخدم والعمال عن أخلاق كفلائهم، فهل سيكون الجواب كجواب أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. متفق عليه. أيها المسلمون، لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق وعظم مكانتها في حديثين. فالحديث الأول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ ثلاث مرات يقولها. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وغيره. والحديث الآخر عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فانظروا يا عباد الله منزلة الخلق الحسن، فجزاء صاحبه أعلى الجنان. فيا أمة الإسلام والقرآن، احتل المسلمون بين الأمم أعظم المنازل حينما كانوا متمسكين بهديهم اعتقادا وعملا من تقوى وإخلاص لله واتباع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدالان على كل أدب رفيع وخلق بديع. بل بعض بلدان المسلمين اليوم ما فتحت بسيف ولا خيل، وإنما فتح الله قلوب أهلها بحسن تعامل المسلمين معهم. فالله الله يا عباد الله، في تحقيق الأخلاق الحسنة
والتحلي بها. أيها المؤمنون، إن الحديث عن الأخلاق الحسنة ليس هو من باب الطرب، وليس هو من باب تحصيل الحاصل، وليس هو من باب التكميل، وإنما الحديث عنها للتخلق بها والاتصاف بها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي قد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. انظروا يا عباد الله إلى هذا المطيع الذي أتعب نفسه وأجهدها في الطاعة والعبادة، صلاة وصيام وصدقة وغيرها من الطاعات العظام، ثم بعد ذلك يقدم على ربه، يقدم على مولاه، يقدم على سيده سبحانه وتعالى، فيصبح مفلسا. بسبب ماذا؟ بسبب سوء خلقه، يشتم هذا ويسب هذا ويضرب هذا ويأخذ مال هذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وذكر طاعات لها وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: ويا رسول الله، فلانة تصلي المكتوبة وذكروا من طاعاتها شيئا قليلا ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه العلامة الألباني. عباد الله، كم من جار آذى جاره، وكم من صاحب لصاحبه شتوم، وكم من كفيل لمكفوله ظلوم، وكم من مكفول لكفيله غشوم، وكم من زوجة باكية حزينة لسوء خلق زوجها. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ليتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرامة، فإن الكرم من الدين. فالله الله يا عباد الله في الأخذ بمعاني الأخلاق، الله الله في الأخذ بمعاني الأمور، والحذر الحذر من سيء الصفات والأخلاق. اللهم إنا نسألك محاسن الأخلاق، اللهم إنا نسألك محاسن الأخلاق، اللهم إنا نسألك محاسن الأخلاق، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حبب إلينا معالي الأمور، اللهم حبب إلينا معالي الأمور، وبغض إلينا سفاسف الأمور والأخلاق. اللهم بغض إلينا سفاسف الأمور والأخلاق، اللهم بغض إلينا الكذبة والفجورة والغش والخداع والخيانة،
اللهم بغض إلينا الكذب والفجور والغش والخداع والخيانة. اللهم اجعلنا من المتبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم في سنته وهديه وأخلاقه. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في سنته وهديه وأخلاقه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا المذنبون، اللهم إنا أكثرنا من الذنب، فاغفر لنا يا رب العالمين وارزقنا المطر والقطر. اللهم ارزقنا المطر والقطر. اللهم أغثنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وعصياننا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وعصياننا. اللهم إنا نبتهل إليك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نبتهل إليك يا أرحم الراحمين أن تنزل علينا الغيث. اللهم أنزل علينا الغيث يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.